si on considère que il y a un jumelage, c'est même pas entre l'entité sioniste et le royaume du Maroc, c'est politique. Mais on a dit chez Amni. لأن عندنا شكوك أن فيه البعض منهم جاء دخل عندنا بجوازات سفر مغربية. جواسيس؟ ماهوش بالضرورة، احنا واش يجي يدير عندك؟ راهو من الأجهزة تاع المخابرات ولا الأجهزة العسكرية ولا واش يجي يدير عندك باش يشوف عربي باش يشوف الميناء تاع وهران ويشوف هادي ويشوف مصر الكبير ويشوف هادي ويشوف وبجواز السفر تاع دولة عربية اللي تحت اللي عندها الحق تاع المرور بدون تأشيرة بدون خطر حقيقي على بلادنا. D'ailleurs, à ce titre, monsieur le président de la République, une cellule a été démantelée dans la ville de Tlemcen. ما تكلمتش عليها لأن مازال التحريات ماشية، لقينا القبض البعض هربوا، وهذو اللي هربوا حنا شاكين باللي هربوا لأن عندهم جوازات سفر يعني مزورة. ودوك تفتح المحاكمة تاعهم علانية ومعاهم جزائريين مع الأسف معاهم. خدينا احتياطات حنا الدول الأخرى المغاربية حنا لحد الآن أشقاء ليبيين يجولوا يدخلوا يخرجوا التوانسة نفس الشيء الموريتانيين نفس الشيء. هو دفاع النفس ماهوش إجحاف في أشقائنا المغاربة. أما الشعب المغربي أنا قلتها وزيد نكررها شعب شقيق، الشعب المغربي احنا ما نكملوا له إلا المودة ونتمنى له إن شاء الله يخرج من المرحلة اللي فيها بسلام. إذا متابعينا الكرام كما سمعتم تبون يعود إلينا بخرجاته المضحكة والكوميديا اللي دائما غادي ترافقنا في السنوات المقبلة من عهدته الثانية. هذا إلا كملها وإلا بقات شي حاجة سميتها حضيرة الجزائر. لكن المضحك في الموضوع هنا متابعينا الكرام، تبون خرج خائفا ومرعودا وقلقا ومرتبكا يحاول أن يبرر لماذا ترمى فرض التأشيرة على المغاربة. قال لك سيدي بأن إسرائيليين حصلوا إسرائيليين دخلوا إلى الجزائر باش يتجسوا عليهم بجواز سفر مغربي. بجواز سفر مغربي. دابا هاد الاسرائيليين خلاو جوازات السفر الاوروبيه والامريكيه والبريطانيه والفرنسيه والدول اللي ما تقدروش على انكم تقيسوهم ولا تعليو فيهم راسكم، وجاو اختاروا جواز السفر ديال المغرب باش يدخلون عندكم ويتجسوا عليكم مع العلم انكم قاطعين العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب. يا سبحان من خلقكم على هذا الذكاء، يا سبحان من خلقكم على هذه العبقرية في الترويج وفي التأليف وفي نسج الخيال والسيناريوهات المضحكة اللي ما عندها حتى شي أساس منطقي. وخرجوا غير بشي حاجة عندها شي شوية ديال المنطق ديال المكلخين ديال الجهلة. وقال لك شنو؟ قال لك بأن هادو دخلوا وبداو كيتجسوا على الموانئ وعلى القواعد العسكرية وعلى المنشآت الاقتصادية. بالله عليكم واش من الاقتصاد عندكم يا مسخة الوالدين؟ بالله عليكم واش من الاقتصاد عندكم اللي غادي نجيو حنا ونجيبوا اسرائيليين ونعطيهم جواز سفر مغربي وتدخلوا يتجسوا عليكم؟ عطوني شنو عندكم في هذا الاقتصاد هذا؟ بالله عليكم واش غادي تجسوا على الاورو ولا كيساوي 263 دينار جزائري؟ واش غادي تجسوا على الاورو في طريقه الى 300 دينار جزائري؟ هذا هو الاقتصاد اللي غادي تجسوا عليه؟ واش غادي تجسوا على موانئ ما كتدخرش حتى الربع ديال الموانئ ديال المغرب؟ اين الربع؟ ما تدخلوش حتى 0.1% من الموانئ المغربيه. اش غادي نتجسوا عليكم؟ بالله عليكم شنو غادي نتجسوا عليكم؟ واش غادي نتجسوا على الملاريا اللي جالسه كتنتشر عندكم في الجزائر وكتقتل العشرات ديال الجزائر يوميا؟ واش غادي نتجسوا على كيف ما شفتوا في الفيديو السابق غادي نتجسوا على مياه الصرف الصحي؟ واش غادي نتجسوا على الطوابير؟ واش غادي نتجسوا على الناس ما لاقياش ما تاكل والكهرباء كتقطع لكم دابا ساعه؟ وهاد اسرائيل هادي ما عندها ما يدار. سالوا ليها الحروب في الشرق الاوسط، سالت الحرب في غزه، صارت حرب في لبنان، صارت الحرب مع ايران، صافي غادي تجي تقابلكم انتوما. ثم شنو درسوا الاسرائيل بعدا اصلا؟ شنو درسوا الاسرائيل من غير البروباغندا والكلام الفارغ وما عرف شنو؟ ويلا مؤخرا مشيتوا في الولايات المتحده الامريكيه درسوا تعاقد مع شركه لوبينغ امريكيه عندها علاقات وطيده مع اسرائيل، وغادي تخلصوها مليون دولار سنويا باش دير لكم الضغط في الولايات المتحده الامريكيه، مع العلم على ان هذه الشركه كتبرع بهذيك الاموال وهذيك المداخل ديالها للاسرائيليين.
بالله عليكم واش نتوما قادرين تواجهوا اسرائيل؟ بالله عليكم واش نتوما قادرين تهزوا الراس في اسرائيل؟ يلا جا عندكم مؤخرا المبعوث ديال الولايات المتحده الامريكيه، ماشي جا عندكم، التقى باحمد عطاف في مقر الامم المتحده في نيويورك وقال لهم بصريح العباره جمعوا ريوسكم، راكم مصدر تهديد في المنطقه ومصدر توتر في المنطقه، وبالتالي يجب ان تقوموا بتغيير سلوككم. هذا ما تم تصريحه به من طرف المسؤولين ديال الولايات المتحده الامريكيه اللي التقى مع احمد عطاف. وبالمناسبه وزير الخارجيه الامريكي رفض انه يلتقي باحمد عطاف وزير الخارجيه الامريكي. لكن نبقاو في هذا الكلاخ ونبقاو في هذا الجهل ونبقاو في هذا الغباء ديال نظام حضارات الجزائر. تبون قال لك اودي احنا ما عندناش مشكل مع الشعب المغربي الشقيق، احنا عندنا مشكل مع النظام، والشعب المغربي هو شعب شقيق وهو في محنه وغادي يخرج منها. لا حول ولا قوه. بغيت نعرف شكون اللي كاين دابا في محنه وخصو يخرج منها؟ واش المغاربه ولا من يقتلون يوميا بالملاريا ومن يموتون يوميا بالملاريا واللي ما عندهمش المستشفيات؟ وراكم شفتوا الحاله ديال مدن جنوب الجزائر كيفاش دايره، وسيروا قارنوها مع مدن الصحراء المغربيه بالمناسبه، راكم شفتوا الوضع في تمن راس كي داير، راكم شفتوا الوضع في تيمياوين وبرج باجي مختار وتيزا واتين وما جاورها من الاماكن، راكم شايفين العمله ديال الجزائر غاديه للحضيض، الناس ما بقاش كتقادره على انها تشري العمله الصعبه، راكم كتشوفوا انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في دوله النفط والغاز. وبالتالي شكون هذا اللي باغي اللي خصو يخرج من المحنه؟ واش حنا اللي جالسين كنضحكوا على هاد الخرجات الغبيه المضحكه ديال تبون كبا في كل مره؟ وانا صراحه زدت سعيد انه كيعاود يكرر لنا هاد الخرجات المضحكه والغبيه ديالو، لانني غادي نزيد نضحك على هاد الكلاخ وعلى هاد الجهل وعلى هاد التخلف اللي عندهم وطريقه التفكير ديالهم والسيناريوهات المضحكه اللي كيخرجوها في كل مره باش يزيدوا يخلونا نضحكوا عليهم ونزيدوا نتقهقوا عليهم طبيعه الحال، ونزيدوا على اننا نردهم مسخره عالمية. فبالتالي هذا التبرير المتابعين الكرام هو دليل على ضعف نظام حضارات الجزائر. أنت حينما تخرج برئيس الجمهورية وتقول على أن المغرب كتجسس علينا وصيفت عملاء في أرض الميدان، إذن أنت غالق الحدود مع المغرب، والمغرب استطاع على أنه يدخل جواسيس، وهذا الجواسيس استطاعوا على أنهم يجندوا جزائريين كيف ما قال تبون، قال بأن من بينهم جزائريين، يعني استطعنا أننا نجند جزائريين وتجسسنا على قواعد عسكرية وعلى موانئ وعلى مرافق حيوية. وقال لك شنو؟ قال لك الجواسيس باقي هاربين، قال لك بعض الجواسيس باقي هاربين، شدينا شي وحدين وشي وحدين هاربين، يعني شدوا الجزائريين والمغاربة هاربين. باش تشوفوا العقلية الغبية ديالهم في نسج الخيال ونسج السيناريوهات باش يتخذوا قرارات كتبين على مدى الحقد ومدى الكراهية والمدى الهوس والمرض النفسي اللي عندهم من المغرب. وصحاب لكم بأنكم بهذه التصرفات اللي غادي تخدموها مع المغرب ولا غادي تأثروا في المغرب ولا في المغاربة، وانتم قيانين كتسبوا وكتشموا وكتعيروا في أبواقكم الإعلامية، لن تزحزحوا المغاربة من أماكنهم ومواقفهم وتشبثهم بالمقدسات ديال بلادهم بأي طريقة كانت. أنتم تما كتنسجوا في الأفلام الدحدوحية والمسرحية الدحدوحية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو لنقل إلى أن يهلك هذا النظام، نظام حضارة الجزائر. متابعينا الكرام، خليوا الآراء ديالكم والتعليقات ديالكم، ثم أراكم في فيديو قادم.